صباح الخير سيدتي. السلام عليكم، صباح الخير. نعم سيدة زليخة الزيتوني، كنت الآن في لقاء مع سفير الجزائر من أجل متابعة الموضوع. هل من المستجدات في الملف؟ نعم، هناك مستجدات. محامي ابني نعم يتجد الآن مع قاضي التحقيق في أنفرس، نعم يعني اللي بيعطونا المعلومات على واش قال الطبيب الشرعي. نعم ويعني وابني الآن راه عندي في حفظة الجثث، كاين اللي يجيبوه، يعني اللي يجيبوه للبلاد راه عندهم. نعم طلب مني المحامي انتظر 72 ساعة للرد السلطات علينا يعني بالحقيقة ابني. نعم وإلا ما عطوناش الحقيقة، يعني الطبيب الشرعي تاعهم إلا ما عطاناش مع قاضي التحقيق ما عطوناش الحقيقة، نعاود ان دوزيام توبسي لولدي، يعني في مستشفى آخر. نعم طيب، ما أنه قلت تنتظرين أكيد نتائج عملية تشريح جثة الراحل أكرم، سيتم دفنه في الجزائر. نعم، سيتم دفنه في الجزائر، لأن ربة ابني وكما قلت قبل أكرم كان بزاف متعلق بزاف بالجزائر، كان عايش هنا يعني فوق قلبه. نعم 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 طيب، كيف تابعتي بيان وزارة الخارجية يوم أمس الذي صدر للحديث عن الوفاة ووقوف الجزائر إلى جانبك؟ أولا وقبل كل شيء أشكر الرئيس عبد الحميد تبون على عبد المجيد تدخله، تبون. نعم مجيد تبون على تدخله في قضية ابني، وهذا الشيء يعني يفرح. أنا وحدة كإنسانة ناشطة راني نشوف باللي يعني هذا دليل أن جزائر جديدة. نعم كنت مع السفير، يعني السفير قال لي الرئيس راه يتبع حالة ابني منذ الوفاة تاعو، والخارجية القنصل السفير يعني قالوا لي بلي هما زعما من يعني ما نتحيرش، هما اللي يديروا الإجراءات، هما اللي يتصلوا، هما اللي يدوا ابني، يعني وهما اللي يتكلفوا بمصاريف المحامي. يعني الحمد لله، يعني ردوا له الاعتبار الجزائريين، ونشكر على القنوات اللي راهي دخلت نعم منذ أمس، قناة النهار، قناة الشروق، نعم البيت. نعم طيب، أفهم من كلامك أن السفير أبلغك بالتكفل الكامل بمصاريف نقل جثمان الراحل إلى الجزائر من أجل دفنه، إضافة إلى متابعة القضية ومتابعة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا للملابسات. مصاريف نعم نقل ومصاريف الدفن، انا كنت دايره يعني اسيرونس لابني، نعم يعني اسيرونس هي اللي تدخل، وهما راهم بي، لان انا اخذت اكبر محامي هنا في بروكسل، نعم يعني السلطات الجزائريه هي اللي راهي بتتكفل بالمصاريف. وثاني سفير طلب مني يعني الا احتجت اي شيء راهم يعني عطوني دعم معنوي ومادي، الحمد لله، يعني حاجة تفرح. يعني أكرم حبه للجزائر هو اللي وصل هذا الناس كاع كيما هكا معاه، وبارك الله فيهم كل من ساندني، نعم وخاصة المجتمع المدني. طيب يعني سيدة زليخة، بما أنك تتكلمين عن المجتمع المدني الجزائر الذي هب لي مساعدتك وأيضا إثارة القضية على الرأي العام الجزائري، ماذا عن الرأي العام في بلجيكا والمجتمع المدني هناك؟ المجتمع المدني منذ وفاة ابني، ويعني الشعب راه متضامن معي، يعني من ناحية الأكل، من ناحية المصاريف، يعني المغاربة، لأن هنا في بلجيكا كاين المغاربة بزاف، يعني المغاربة بزاف، وهما متساندين معايا بزاف، باسكو أنا نخدم معاهم، نتاجر معاهم، حتى أنا شاركت معاهم السنة في قفة، يعني قفة رمضان ومائدة، يعني أنا دائما نشارك معاهم، وهما حبوا يردوا لي الجميل،
وتكلمت معايا كذلك اليوم جمعية من شغل، هو يعني امرأة عندها جمعية، قالت لي حبوا يديروا زعما ماكلة عشاء لابني. نعم قلت لها قتل هذا العشاء ديروه في شغل هو وتصدقوه على الحراقه، يعني قلت لها الا حبيتي تعاونيني هذه الصدقه والمساعده عاونوا بهم الحراقه بور لو مومون، هذاك هو طلبي. انا نعم محتاج المعنوي الان، المعنوي. طيب، هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، هل أثلج تقول صدرك وارتحت لأنه هناك دولة تقف خلفك؟ أكيد أكيد أكيد، دائما نقول للذي أخطأت أخطأت والذي أحسنت أحسنت. نعم حسيت باللي جزائر جديدة، يعني أنا نعم دائما يعني أنا كذلك مرات نتكلم وندافع على الحراقة، ودائما نكون هكا مرات معارضة، واحد ما يكذبش ونجي نعم ايش حاجة نتكلم عليها في لي ريزو سوسيتو. من اليوم منذ يومين حسيت باللي كاين تدخل، خاصة مع سفير قلبي باللي الرئيس تبور راه يتبع قضية ابني أكرم، ما يخلوش زعما دمو يروح هكذا، وهذا لأن إنسان وحده ما يقدم عنده ما يدير مع السلطات البلجيكية، لكن لما يشوفوا باللي كاينة دولة وكاينة نعم يعني السلطة الجزائرية راهي واقفة مع ابنهم أكرم، نعرف باللي تكون مجرى آخر. نعم، لأن نعزيك من جديد السيدة زليخة الزيتوني على فقدانك لفلذة كبدك أكرم، إذا الرسالة اللي توجهها للمجتمع المدني الجزائري. الرسالة اللي نوجهها لشعبي، نقول للشعب الجزائري بارك الله فيكم، بارك الله في الجزائري اللي في الجزائر، يعني نهضر لاني انا تلقيت مسانده كبيره من بلادي، يعني من الجزائر. انا راني ساكنه في اوروبا لكن راني حاسه روحي راني في بلادي، يعني كل الناس وكل الصحف وكل الصفحات وكل الناس اللي يوقفوا معايا من وزير الخارجيه، من سفير، من قنصل، من رئيس، يعني كما يقول لك غراس الشعب الجزائري، يعني غراس المجتمع، غراس الشعب اللي تحركت السلطات، والحمد لله وبارك الله فيهم. ونعطي نعم، برأيك يعني ومتابعة من قبل المحامي الذي وكلته في القضية، هل يمكن أن نشهد اعتراف من الشرطة البلجيكية بالتسبب في وفاة أكرم؟ نعم، أمس تكلمت الصحافة البلجيكية، نعم يعني في ويعني هم يتكلموا الفلامانية لكن أنا عندي صديقي يتكلم اللغة، يعني السلطات البلجيكية راهي أمبليكات الشرطة، يعني راهم داخلين الشرطة نعم اللي ينتظروا الآن التحاليل الطبية تاع التشريح، وهم عطوني ابني باش نهودوا للجزائر، نعم لكن نهودوا للجزائر إلا من تبان التحاليل. يعني أنت اليوم من ترفضين دفن أكرم رحمه الله حتى ظهور الحقيقة للرأي العام وأخذ حقك؟ أكيد ابني لازم إلا ما يعني التحاليل كانت إيجابية نعود له تحاليل، لأن هناك يعني محامية عنده دلائل، ورانا يعني رانا مخبيينهم الى اخر اجل نجبدوه. نعم، طيب، اذا يعني افهم من كلامك انك لا تثقين في نتائج تحليل الجثه او تشريح الجثه. لو كانت عندهم نتائج ايجابيه يمدوهم، نعم، لكن بدون عندهم ايجابيه يعني نتائج سلبيه ما استطاعوش يهضروا، سي بور سا اللي رانا ساكتين. نعم، في انتظار إذا ظهور نتائج تشريح الجثة. كما قلت أعزيك من جديد سيدتي الكريمة في فقدان فلذة كبدك أكرم، الشاب الجزائري الذي راح غدرا بسبب اعتداءات عليه من قبل الشرطة البلجيكية وهو أعزل. بارك الله فيك مدام. نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة. إذن مشاهدينا